الرحمن الرحيم. قبل كل شيء نشكر اللاعبين القدامى تاع تونس. كاين لاعبين تاعنا اللي لعبت معهم ضدهم هنا بالمناسبه اليوم الستين تاع عيد الاستقلال، نترحموا على الشهداء تاعنا كاع اللي ماتوا. اول المقابله هذه اللي لعبناها في زويتن تذكرنا تاع المقابله تاع لفلان جبهه التحرير الوطني، اول مقابله اللي لعبوها هنا في زويتن الله يرحمهم كاين كاع ماتوا، بقاو غير ثلاثه اللي راهم حيين. كاين واحد راه هنا في تونس حي مخلوفي لا يذكروا على شافيه. شنو نقول لك، مبادره حسنه اللي درناها، نترحموا كاع الشهداء تاعنا اللي ماتوا جابوا لنا الاستقلال بهم. اليوم رانا نحتفلوا على العيد الاستقلال 60 سنه، وهذه مبادره مليحه اللي درناها هنا في تونس مع الاشقاء تاعنا، مع كما يقول لك البلاد الثانيه تاعي تاع تونس، وانا لعبت هنا في تونس، كاين لاعبين اللي لعبوا هنا في تونس. حاجه مليحه 30 سنه مع غادي نجي لزويتن. شنو نقول لك، حاجه زيد تراخونا 40 سنه. الحمد لله اليوم جبنا وشفنا اللاعبين تاعنا قدامى تاع تونس، تاع النادي الافريقي، تاع الاسبيرانس. انا حمروني اليوم كي شفتو نقول لك صح ما عرفتوش، ثم بعد فوزي قلت شكون هذا، قال لي رحموني حمروني كان ان كرون جوار. شوفوا كيفاه لعب تاعهم ماكري لاطاي تاعو، اللي شوفوا يقول لك ما وش ملاعبي، بصح هو ان كرون جوار. شوف كاع اللاعبين بوقديده، كاع اللاعبين اللي لعبوا اليوم. شوف لك مع فوزي رويسي زاد. فوزي رويسي نعرفه انا صديقي، نعرفه كيفاش. شوف فيها سمعت فوزي خويا صاحبي، فوزي كرون جوار لاعب كبير. اما رينا كي طاح قبيليك مشيت. لا عنده ضربه جزاء، بصح على ربي جمعنا صح وليد. سمعت بالحرج تاع هي مقابله مليحه، شفنا لعبنا كي نقول لك. عندك احسن ذكريات من احسن ذكريات. انا نعرف باللي انا الشعب كما يقول لك الجمهور تاع النادي الافريقي ولا تاع تونس كلهم يحبني، باسكو انا خليت بقعتي مليحه داخل ولا برا. الحمد لله كما يقول لك هزيت مع النادي الافريقي ربع كيترو، كان شرف ليا. كاين لاعبين كبار لعبوا في النادي الافريقي وما داروش الرباعيه. سمعت انا الحمد لله كان الحظ معايا، كان نقول لك كان الحظ معايا. نعرف باللي كانوا لاعبين كبار في النادي الافريقي كانوا احسن مني، بالحال الحمد لله انا في الاخرى تاعي اللي جيت كان جيل ذهبي. نبغوا لنا كرو كان نجيب الذهبي تاع عادل الرويسي، فوزي، سمير سليمي، سامي النصري، عادل الهمامي، صبري، هذو كانوا جيل ذهبي. نبغوا لنا كرو في 92 الحمد لله هزينا ربعتي، كون كانوا خمسه كنا نهزوا خمسه. الله غالب كانت ربع تيتراوات، هزينا ربع تيتراوات. كما يقول لك فرحنا الجمهور تاع النادي الافريقي اللي نعرف اللي من احسن جمهور اللي شفته هنا في تونس. النادي الافريقي كان يحب الفريق، يحب النادي تاعو. وش نقول لكم، ترحموا كاع الناس اللي ماتوا، شريف باللامين، كاين اللاعبين اللي ماتوا ترحبوا عليهم تاع النادي الافريقي. ما من في الاسبيرونس برخيص افان ما ننساش الله يرحمه. نترحموا على كاع الناس اللي ماتوا، شريف باللامين اللي خلى التاريخ موراو. نترحموا كاع الناس اللي ماتوا. فضيل، انت من الملاعبين اللي لعبوا في الافريقي، لكن علاقتك بالجماهير نتاع الفرق المنافسه للنادي الافريقي كانت طيبه وجميله جدا لليوم، معناها مازالوا يكونوا لك كل الاحترام. شوف انا الحمد لله قلت لك خليت بقعتي مليحه، قلت لك انا ماشي غير في اللعب، قلت لك من برا عندي اخلاق مليحه. هل الجمهور يحب فضيل المغاري؟ انا خليت كما يقول لك البقعه تاعي خليتها مليحه من برا والداخل. سمعت خليت مع الجمهور كاع يحبني، وين نروح انا يحبني الجمهور. الحمد لله خليت بقعتي مليحه، وكما قلت لك فاني كان النادي الافريقي فان عاوني هنا، كان كما يقول لك يسيبورتي فيه ويساند لي. الحمد لله ما خيبناهمش، درنا النتائج، فرحناهم في 90 92، وان شاء الله بربي مازالوا فاني كان جيل واحد اخر اللي راه جاي ان شاء الله. البركة على المنتخب الجزائري اليوم، غيابه على المونديال يظهر لي اثار برشا خيبه امل بالنسبه للجمهور الجزائري. شنو نقول لك، ماشي خيبه كما نقول لك، صدمه علينا، باسكو 30 سكوند كنا في قطر. الله غالب كما يقول لك الحظ ما كانش معنا. شنو نقول لك؟ نقول لك باللي 30 سكوند كنا كاليفي. الله غالب الحظ ما كانش معنا، اللاعبين داروا كاع في وسعهم باش تكاليفوا. الله غالب اللي نتاسف على الجمهور تاعنا اللي كان قارع الحلم تاعو باش نروحوا قطر. بون هذه كرة القدم كاين رابع وخاسر، احنا ماناش كما طاليان دو فوا ما راحوش لا كوب دي موند. هذه كرة القدم كاين واحد رابح وواحد خاسر، دوك ما نقارعوش دوك لا كوب دي موند. دوك كاين تونس، كاين المغرب، كاين السعودية، دوك نساندو هذو تاع العرب تاعنا ونجو معاهم ونساندوهم ان شاء الله ويديروا لنا نتيجة مليحة ان شاء الله. وحنا مازلنا 2026 ان شاء الله نكونوا في ال. ميرسي بوكو. أصدقاء جوارين، سمعت شنو نقول لك، ما بالك الجيل هذا الجيل ما يعرفش باللي هذا الملعب لعبوا فيه توعنا لفنان تاع جبهه التحرير، جاوا هنا هربوا من الجزائر وجاوا هنا. بلاد ما بغات تشدنا، شدونا غير تونس. اللاعبين تاعنا تاع لفنان
كانوا كاع لعبوا في هذا الماتش هذا، أول مقابلة لعبوا هنا في زويتن، وكاين واحد مازال حي راه يذكره على خير، راه هنا في المرسى، عايش في المرسى، شي راشد مخلوفي الله يذكره على خير. سمعت شنو نقول لك؟ نشكر كاع المسؤولين، مينيس تاع الشباب الرياضة، اللاعبين القدامى تاع تونس اللي رحبوا بنا، الحكام فانكينا اللي ساعدونا، الجمهور اللي جانا. شنو نقول لك؟ مقابلة ما تنساش، باسكو 30 سنة مع رجالنا، ست أصدقائي فوزي لطفي بوقديدة زبير بياد وكاع لعبت ضدهم وكاع كنا حمروني حمروني اللي عندي شحال ما شتوش. الحمد لله اللي جينا لعبنا كما يقول لك مقابلة، كما يقول لك خيرية، مقابلة تاع أصدقاء، مقابلة تاع أحبة. نعرفوا بلي تونس مع الجزائر أحبة كبار، أصدقاء، عائلة، كاين اللي سمعت. شنو نقول لك؟ إن شاء الله تزيد تكرر ان شاء الله، نزيدو نعاودوها في مناسبه اخرى، ونترحموا كاع الناس اللي ماتوا، اللاعبين تاع تونس، تاع تونس هنا، تاع ليسبيرونس، تاع برخيصه، تاع شريف بلامين البريزيدون تاعنا، اللاعبين تاعنا اللي ماتوا تاع النادي الافريقي. سمعت؟ نترحموا كاع عليهم، وان شاء الله بربي كما يقول لك نزيدوا في المستقبل ان شاء الله، نزيدوا نديروا مقابلات كما هكا باش هما خطره اخرى يحلوا، ويديروا الشعب والجمهور يجي يتفرج، باسكو هذو اللاعبين القدامى عطاو مدوا تاع تونس ولا تاع الجزائر، هذو اللاعبين عطاو مدوا. ان شاء الله الجيل هذا اللي ما تفرجوش عليه ان شاء الله بربي يجيبه يتفرج عليه ان شاء الله. سؤال بيعجلة ما نجمش ما نجبدش على النادي الافريقي، فما بن شيخه، فما جابو، لكن قعد فما ميزه عند فوزي المغاريا اللي جمهور النادي الافريقي ما نحاهاش، ودائما يذكره هو كاول مثال على لاعبين جزائريين اللي نجحوا في النادي الافريقي، وخاصه علاقتك المميزه مع الجماهير. انا شنو نقول لك الحمد لله كان الحظ معايا، انا نقول لك الحظ معايا باسكو كانوا لاعبين كبار في النادي الافريقي، اللي عتوقه البياري للشايبي وكاكينا، هذو قبلي هذو لعبوا، دي غران جوالي لعبوا. جيت انا جيت عاونت النادي الافريقي باسكو كان الجيل الذهبي تاع النادي الافريقي. نبغي نذكروا ان النادي الافريقي كانوا لاعبين ممتازين، كانت عندنا 6 ولا 7 لاعبين المنتخب الوطني، فوزي، عادل، صبري، لطفي، سامي الناصري، سامي، كانت عندنا كما يقول لك لاعبين ممتازين، كنا نجموا عامين وثلاث سنين ناخذوا على البطوله. شنو نقول لك؟ نتمنى ان شاء الله اللاعبين اللي يجوا الجزائريين، باسكو اللي يجي الجزائريين يجي النادي هذا، النادي كبير، هذا النادي عطاه مد، وهذا النادي يلعب تيتراوات، يلعب على الشامبيونز ليغ، يلعب على لا كوب. انا شنو نقول لك؟ نتمنى كاع اللاعبين اللي لعبوا الجزائريين يلعبوا هنا في النادي الافريقي يعرفوا بلي النادي الافريقي كبير. الافريقي يرجع الان للمنافسات الافريقيه الموسم القادم رغم الصعوبات، ميساج تعطيها للفريق. شنو نقول لك؟ انا نتمنى المسؤولين تاع النادي الافريقي، المسؤولين باش يشوفوا هذا الفريق، هذا الفريق يلعب على القاب، يلعب على الشامبيونز ليغ، يلعب على الشامبيون، يلعب على كوب، اللي يكونوا لاعبين ممتازين، يا خويا يصرفوا يجيبوا 30 ولا 4 لاعبين يكونوا في القمه، باش هذا الفريق يكون في مستوى عالي اللي يفرح، اللي يفرح الجمهور، الجمهور ما تعطش على الشامبيونز ليغ، باسكو عندنا قريب 30 سنه ما ديرناش كوب دافريك، ان شاء الله بربي هذا المسؤولين ان شاء الله باش يجيبوا لاعبين كبار، باش الفريق هذا يلعب على القاب ان شاء الله. شكرا.